صوفيا برهانه بعلت بيت غازيتنيا داويت اساق مسالا صوفيا لمي مشت سنسرعت شلمات غازيتنيا داويت اساق كنكتاتل وي كنساتف امسينامو داويت اساق امونغنا يترخبن اذا شلمات زي معدالو امونغنا بزي مركابو انت يسمعكي مجمرتان عخا خمس كنا كايدلي ابز متيخا بزعبانا داويت كتحتني كل تسرحت كتقبره يعني لي بزناي داويت بتعمي حقوستي يعني شو دنا وين كم زجيرهم داويت ودي ود هجرهم دي ود زجيهم تراي مسل سبات سلا زخبرو نبعل داويت كنرسع أمسي يبلنا نخلهم نتم تأثيرهم زلو نداويت تراي زي كونس نخلهم تم غازيت نياتات مس زلو خلقتو نخنو كنرسع أم يبلنا بتعمي تحقي سبات خا حزينة بعلو سلا زي تعبلو 20 سلسل عمد كا حدا سبسي بزي فردي بزي فتحي بزي حقي تأثير زولو بزي ولا حنت جبتي أفردونا يكربا نسب زخلهم كالوت ونتم مسؤوم تأثيرهم زولو ما بتعمي تحقي سشورنا وين كم زم كبارو نحنا هاني نزوم غازيتنيا تتكا خنرسع عمي بلنا كل جزين خلهم أسرة تابيري ترازلو ننقارو خلي تعد ناسي كل هزبنا يتأثير زولو ساتهم ترى يكونون جن نحنا كنسرح لنا كلاتنا تحبابيرنا زي قد استخونا نقرا فلا ليت لنا قن سقع فتح زمة اسك كنسرح لنا سقعنا صبغ داويت اساق قبز اسر عسران سلسل عمتات حليف له كم زبال كيو شو دنا وين نخبرو حد عبي شلمات داليا ملو صبغ زخونا سنة سرعة نشلمات سنة سرعة هنا كايدو ملو منستر ايرترا يمانا قبر مسكال قن استرسع تاريخيو أي تربشوني لو تليفون عاد إيرمو أنت يسمعك كابود زي كابود عد خمسة عينة ملس خمسة خلا بتعمي إذا حزن صوتهم قل كومي يمزم الخل جزي حدا مثل زي خبر حدا ديكتاتر كا كومي لي زملس ولا حنت أنا قري لخم اللي سايك إلني حيث ناتاتهم ملسس كل جزي إنا نفلطهم نحنا قل نزم قازيت إنا تتخون مخالوط أسرة تخون كنرسعهم يبلنان بكا كل جزي خنزكرو مالنا سقع فتح زر كباب عدنا كل جزي خنذكره مالنا كنزارب علينا بزعب عدنا نات نات ناس قاع زمت فتح سلع سقع زمت ديمقراطية سقع زمت سخنك على السال نائز بالعنة كلات نات حبابيرنا مو صوفيا نزين كل تحطوتات كتمل سلي تبع سلا زرخف كي اي نو يفلت لبخ ساعة خندي نخندي عمتات قاسيلو خم زلو نبي نخون قلعت عفي خي اخي سلا زي ابزم عالتزي قرب كبر زرخف اللو ناي داويت نعانا حبو مقبري تبعات مقبري سلا زخونة بلبية مسكنكي ابقربا كزيخا مواز اوخ فترة لون عود راح زيكونا نخلهم ابيرتات اسيرهم زلو قازيت انيا يخونو زي يخونو بعال سلطان ينبرو اي ينبرو زخونة سب أبي أرثات بزي حق تأسير زول سب نت أزوات على معل تقرب أخون تصفى يقبر كبرات تخطى تلتنا نصوفيا برهانة مجمرة كحق سكخة يا أنا يغني لي كا عبز ما تحمنا إنترو تقبروني بتعمي زمسكن سكارة سوي لو ما أنت سنة سرعة شلمات ناي قازيت أنيا داويت إساق نيرو أون أفتي سكرين ناي حوخي سيوم تهاي سئل رئينا نيرنا مو نعو مسرعة خنتي تسمعك تمل أختلك بزعبا سيوم تهاي يا ناي بحقك قداي نقر ني داويت سدرا داويت نقاحا قوسو كوم يبلو عبنا قريزي نخلهم زي وصعات عفوم تعبيسو بيروم تدربيو دمتهم تتغيتو زلو ناي كلاتهم شلماتي مو نخلاتهم انقو حقو ساكم يبلوم قديمة كالاي ويا ناي سيم حوي مصر اخو شو مخو مانا العلاتو انا هم هلاوي كمان قليتا ناي بحق تحقيسة اتغند عند علاما ناتنا انا بعلي زبلو وقالي بانسا صحيت بلوم شو مم نخير الساعيو تي عمات مجزاتي أبعدنا زلو شمو من خرس ساعة الريشة من خرس سعوي وسريحو سريح اللي خا دار قازي نشتي جنريشن حدش جنريشن زلو بوزح شمو ما يفلت أمنيو اتي مس أم زنبرا خا اندافلت أم رسيع وامي
نخير السعوجن علامات كم زجيران بالجلوبال علم ملو كم زجيران كذكرى خلوا دمصم كذكر شمم كل على كل لقنا نيبحق 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 اي حابين كرعة تسمعني نشم ديمقراسي زت أسرة زت أفئة دمصم زت عبسة كل شع تاريخه خنبرة اللوي اللي إذا أمنه ما إذا محواتنا خاني أي كرسعون يوم أي ترسعون نزل علم كأخي ترسع خنبري يوم يا كم يزبل كم يزعمني أنا اللي سيوم تحي انت عايز قبر نيرو انت عايز رحب انت عايز ذكر انت عايز تقدم اسري وخطب لي يا سيوم تحي غازيتنيا نيرو سالاي كلاي اميدا نيرو كاب مجمريا كو ممهري نيرو انا مسيوم عابخون انا نيشتي سعابيو سو خمر كل فرنش سكول اني دارغا انا توليده مالتيو بطعم بليح نيرو حيال حقنيا نيرو نحق زبلو نحق زعمنلو تطوي زبل حماقن وصعن زي ديموكراسي كر خلو خاني ناي بحقيو تطو زبلولو نيرو سغا عميدا خلو تغادلايو عميدا خلو خمان بزح عمتات ابيت ما اسرت يحلفو حدا جيزا كلت عمت تاسيري لو بعد زنغرني ابتي بيت ما اسرت خلو مصحف صحيفو دحار كوات كلو تاع مصحف زبلا كونس او ورقتي سوي دي صحفو نيرو دحار كوات كلو ورقتي كلو حدي غومو يا زخت حدي غون تخل يخوم حنغولاي غن كتوسد وي تخلون يخوم كل تي ورقت زلو خاب حنغولاي يالو الى يوم وصي الى بعلو زنت ولاي سيوم ناي بحقي اي فرحني نيرو ات حق زبلو خا اتطوي زبلولو نيرو اسو خاني ات حق زبلو خاني نحنا نفتحن نمعرنتن ناصنتن ديموكراسين تقاليسنا ات خلون حزبنا يحبنا يو ناصنت راح يزنا اينا مصينا فتحن ديموكراسين سغا حزبي زي رخبه خا قال اي داغ ماي قال سيو يلو نقال ستطوي يلو حجه خا بيت ما اسرتن 23 عامت هالو كما بات اذا شلمات زي لو من داويت اسات راح سو هاي كونن اوف كورس ناي شودن زي كنا سلا زلو بفول ينعو ذكرهم الله وكن اذا شلمات زي كلهم تما بايرترا بنصانه برس بخالق مخنيات تاثيرهم زلو ولا غازيتنيات زي كونو ترى ايرترا وانت تاثيرهم زلو بزي حقن بزي فردن نعمت تاثيرهم زلو كلهم استوا هاي شلماتيو اذا خا خمت زبلكيو باهغراو درجه افلطو زرخبه نغيريو سلازي ولا كوام سوم سانا اي حلو جنكا حد جناتهم سلازخنة عبق خبرة سلازخنة شو ما يترسعن سلازين فاميلي بفر لايك كم كم سمعوا رقصيو سلازين تبعتكمكم حيلي غيركم تطويلكم على مدرخ أبز بمو عالكم نسخي خوني ولا بيت سب داوي تخنو تعمي دسيلني سلازي أنا وني قني لك وبرات تقطع تلتي مستيات بيتنا ال ار بي ام نحفتي سيوم تهاي يوردانوس يا you are a journalist and why are you writing actively about Dawit Isaak and do you see any hope that Dawit Isaak will be free soon? Well, it's like, you know, he's got no choice. He's where he is. So we've got no choice. We got to go on. Even though after 23 years you might say, well, why do you keep on going? Well, he's got to keep on going, so we got to keep on going. Because just forgetting him, that's not an option. So I would say, I am a journalist by profession. This I do as an activist in Reports Without Borders. I've never met him, but we are almost of the same age. I'm a few years older to him. We had children more or less in the same time. I know his family, a lovely family, and I can sort of identify perhaps with him, but I think, you know, we got to stand up for one another, even though he wrote in a paper I'd never heard of before getting to know him. It doesn't matter, because everyone has the right to write. Everyone has the right to publish a paper anywhere in the world. And like his daughter said in the speech now at the award ceremony, that we got to defend the journalists, because those are the first ones the dictators go for. Those are the first ones the authoritarian regimes want to go for, because it's not like we as journalists have a bigger human value than anyone else. Of course we don't, everyone is equal, but the work that we do is sort of in the blood system
of a democracy. Without journalism, you cannot have democracy. Without a free discussion, without free expression, you cannot have a proper democracy. And that's the only way you can grow. That's the only way you can grow as a human. That's the only way you can grow as a society. And that is what's being shut down, very much so in Eritrea, but we see it in other countries too. So we've got to stand up for one another. Do you have any message for the Eritrean people who are living inside Eritrea and abroad? I think it would be pretentious of me to tell the people in Eritrea what they should do. I don't know what they do. I've not lived in such a harsh dictatorship. But I do know from speaking to Eritrean friends outside that I think the diaspora could do much more. There is the fear, of course, of repression, because the regime in Eritrea, they reach for people in Sweden or Canada or Germany or wherever. This 2% tax or this voluntary, I mean, that's outrageous. That will, it's blackmail going on in Sweden, going on in Canada, going on wherever you go. It should be stopped. It's a kind of banditry that I don't think should be accepted. And also, I think more could be done from the international society, even though, I mean, the people in Eritrea shouldn't suffer for it, but the regime should not be treated in the way that it's been now. Just today, we got the decision by the Swedish Prosecution Authority that they will not investigate the case of Dawit Isaak, even though they suspect crimes against humanity in his case. They're just looking the other way. And that's exactly what you shall not do. You shall not leave those regimes, you know, contently going on with what they want to go on. They want silence. We will not give them silence. They want peace. We should not give them peace. And the prosecution authority, for that matter, shouldn't give them any peace either. ኣብዚ ስልማት ናይ ኤርልስታም ንዳዊት ኢሳቅ ንመንግስቲ ኤርትራ ንክፈትሖ ዝብል ሓደ መፅዋዕታ ነይሩ ካልእ ከዓ ዓለም ለኸያን ትካላት ስጉምቲ ንክወስዳ ወይ ኣበርቲዐን ንክሰርሓ ፀውዒት ቀሪቡሎ ሞ ጎኒ ጎኒ እዚ ስልማት ናይ የማነ እውን ሰሚዕካዮ ትኸውን የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ናይቲ ማለ ዜና ኢልዋ ነታ ጋዜጠኛ ማስ ብዛዕባ ዝተረስዐ ነገር ኣይትሕተትኒ ኢልዋ እሞ ሕጂ እዚ መፅዋዕታ እዚ ነቲ ስርዓት ናይ ኢሳያስ መልሲ ክበሉ ክእል ዶ ወይ ዝኾነ ነገር ካብኡ ክንፅበ ንኽእል ዲና ብኣ እንተጀሚረ ወለ እንታይ እዚ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዩ ኣብ ሽወደን ነዊሕ ግዜ ዝተኸተልዎ ቲስት ዲፕሎማት ዝብል ሳይለንት ዲፕሎማሲ ዝብል ከምደይ ሰርሐን እሱ ክቕየር ከም ዘለዎን ቁሩብ ኣግረሲቭ ዝኾነ ኣገባብ ከምቲ ኣብቲ ሴረሞኒ ዝተገልፀ ክሳብ ናይ ቁጠባ ማዓቀብን ከልን ዝብል ካልእ ኣፕሮች ክፍተን ኣለዎ እቲ ዝተፈተነ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣይሰርሐን ስለዚ እዚ ኣቐዲምና 2078 ኣትሒዝና ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ሽወደን ድበልናየ ዳዊት ኢሳቅ በይኑ ንክወፅእ ኢልካ ዝሕተት ዘሎ ሕቶ ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ንዝኾነ ዲክታተር መን ከማኻ እንዳበለ ንህዝቡ ንዝኸይድ ነቶም ካልኦት ኤርትራውያን ኣሲርካ ግደፎም ዳዊት ጥራሕ ኣውፃዮም ኢልካዮ ክሰርሕ ኣይክእልን ክኸውን እንተኮይኑ ንሕና ንቃለሰሉ ኩሉ ሻዕ ዘለና ናይ ዳዊት ነቲ ኩሎም ነቶም ካልኦት ጋዜጠኛታት እውን ፍታሕ ክምፅእ ስለ ዝኽእል ብከምኡ ኣፕሮች ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል ካብ ነዊሕ ኣትሒዝና ዝበልና እዩ እንተዘየለ ግን ንሓደ ዲክቴተር ህዝቢካ እሰሮም እዞም ናትና ዜግነት ዘለዎም ግን ፍትሑልና ኢልካዮም ክፈትሓልካ ኣይክእል እዩ እቲ ኣፕሮች ግን ክቕየር እዩ ኦፍኮርስ ናብ ክረቦም ኮንፍሮንቴሽን ከኡ ትኽእል እዩ ናብ ኤውሮጳ ተሪር ሕቶ ምሕታት ክመፅእ ኽእል እዩ ካልእ ኣፕሮች ፈትኑ ማዕቀብ ግበሩ ዝብል ክመፅእ ኽእል እዩ ፃውዒት እውን ናብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሳይለንት ዲፕሎማሲ ነዊሕ ግዜ ኣይሰርሐን ኢንተርናሽናል ኣፕሮች መሓዙ ግን ኣገዳሲ ነጥብ መቐይሮ እዩ እሱ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሽወደን ዘሎ መንግስቲ ሕጂ እንኳን ዶ ናይ ሽወደን ፓስፖርት ናይ ዳዊት ኣብ እስር ቤት ከለካ ክንገዝአልካ ክማና ይበልዎ ሕጂ በዚ ዘሎ ሲ ዳዊት ተኣሲሩ ተደይ ተሓጒሶም ዝሓዝኑ ይኮኑ እዞም ሕጂ ዘለዎ ምክንያቱ ወፃእተኛ መበቆል ሃልይዎም ኣብ ዓዲ ከይዱ ተኣሲሩ ፅቡቅ ኮነ እዮም ክብሉካ ምክንያቱ ወፃእተኛ ናይ ምፅላእ ተንደንስ እንዳዓበየብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ስለዚ ካልእ ኢንተርናሽናል ኣፕሮች ሃልዩ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦትን ፀቕጢ ዝገብሩሉ ነገር እንተመፅ ግን ምናልባት እቲ ስርዓት ክሰምዕ ይኽእል ዶ ኣይሰምዕን እዩ ምክንያቱ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ይሰርሓሉን እዩ እምበር ዝሰርሓሉ ተዝኸውን እዚ ኩሉ ዓመታት ናይ ሽወደንን ናይ ካልኦት ኤውሮጳን ርክባቱ ከሲርዎ ብሓደ ዳዊት ክኸይድ ኣይምተገብአን ብዳዊት ኣቢሉ ንኩሎም ፈቲሑ እስሪ ቤት እቲ ወላ ፈሪዱ ተዝፈርዶም ካብ ዝኣሰሮም ንላዕሊ ዶ ክፈርዶም ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ከም መፀዋዕታ ክግበር ይከኣል እዩ ውፅኢት ከምፅእ ክእል ቴልካንን ከምፅእ ኣይክእል እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ከ እዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት
زخونه صقت خفتر خلون ابنت ناي لو ما انت زل نبره سلمات وي لو ما انت نبره مدرتاتون تي غزي سي يغويلو نا بوليوم كزاربو صنيح ما بوشتمو حجي قرب تي صقتي اب مفطار زياده قال نغير كنصب نخلو اتو قداي زياده قالو بخرك بخليو تي حدا خابت استقل صلم داويت ابو سربيت سوس عمت غيرلو ابكم ذا عينت اسربيت سوس عمت كامليكا بهوت توتص داي توتصن قالو حطوي اتو مغياي زبال زلو بهوت كوتص خنر كوول نخل داي ابش ودن تزنو حنا بوليتيكا اسر كوينو هم غازيتنيا از تاسر زيغا اسي زبل نغر سلا زلو تصاغت مغياي منالبات بهوت كولخ وتصل زغل كوناتات انتولاي زغل اندز عمتات حليفو معبر الزب عالم صوت غيرو تسرعات كسمع خلي انتلنا كن وبعل غاندور ايو ابت مالو خينات زودو ما شحد من اسيات نولدوم كاين نغر زغيت سرعات نحد داويت اسا صوت بزيح وخو صون كيو صنا يكون اتي صوت غبرن اقالو بخ ركبن اتي سرعات كترسعيو مشيلو يمانه كم زي ترسعه كريولو زخل عين سرح سرح يخيلينبر قاوز حلفه كن دبلوماسي او قنقوا زردو يكون داي مالتي نحاده تشاينا دزارب سب تغرينيا صريف كها تقيمو يتفتنني ها تاي ديل كايونا يفلتكاني سغاون قوم نعها بزي تفولتو انقوا تصرف قادر في نعها لذي دبلوماسي او قنقوا سرعات سرح لي يكون بدبلوماسي او زغبر صوت ردو يكون قطباو معقب كغول كل وزغول نغر كغوبرلو كن مستفت قباب زول نغر تداباميرو نت سرعات علمي بمايكرو سكند ونك حصر تغيلن بر اب ايون شوبينج بوستنز بالغازيت از غور كو انترفيو كن معسر تغل عمت ليمي داويت اسا قوت تخوين تم قالو تقا قوت لو سلاز ناي سرعات لو تب ارترا طرح داويت اسا انتم قالو ات كو تص زغليله كن معسر تغل عمت زبل كو غازيت ايون شوبينج بوستن الله لذي بغمز ندر انا يطبق اذا سرعات بدبلوماسي او تصغط بغلب كل وقت ترر زبله حيل زلو وغن يوتي نابنت انجليزاوي انت اسيرم زنورو بتبتب اوتي ومي تيانتي ان كيبل خندي قاتلو فتينا مرحت وايلو اب تلفزيون كم زي ترايا ستت ابيلا ما اوتي امومي تاي سلاز بولو انت تاي سلاز غبرو زيوم كخمو غبر كل يوم شودن قالو حتى اوروبا وحبرت كن ابينا عمت كله داويت نصاغدو فو خيبل زحلفو معقب كغبر خلي معرخندو خيد خلي قال قداي ما هراي يغنيلنا غازيتنيا كومو ناي بوليتيكا تنتاني خالد عبدو كبرت هبلين زاب كان نغزي مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل ارتران من صبرا استفلالي صحفات تنقاس اس مثلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا وفوتي لساني من يوزع عطواني عايز اجدن عني عبطا قوت ملاخي قطا وخيقنا مسلي فتحي